تحقيق دولي يكشف فساد منظمات الأمم المتحدة في اليمن، إثراء غير مشروع لموظفين كبار، وصفقات مشبوهة مع قيادات حوثية. هل ستمضي هذه الفضيحة مرور الكرام على الحكومة وقادة المنظمات الدولية والشعب اليمني؟ أهلا بكم. نشرت وكالة أسوشيتد بريس تقريراً كشف فيه فضائح فساد مارستها منظمات إغاثية تابعة للأمم المتحدة في اليمن. وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي صادرت حواسيب موظفين أمميين كبار في مطار صنعاء قبل أن يغادروا، بعد أن عرفت أنها تحوي تقارير فساد مالي تورط فيه موظفون أمميون وقيادات في الميليشيا. التقرير ذكر أيضا أن موظفين أمميين سمحوا لقياديين في ميليشيا الحوثي باستخدام سيارات منظمة اليونيسف احتماء من استهداف طائرات التحالف. وقالت مصادر مطلعة لبلقيس إن هذا القيادي هو نبيل الوزير، وزير المياه في حكومة الميليشيا. إذن ماذا بعد أن عرف اليمنيون بالأدلة والوثائق؟ أين تذهب أموالهم؟ كيف سيكون موقف قيادة منظمة الأمم المتحدة بعد هذه الفضيحة؟ هل ستظل تناشد العالم دعم اليمنيين الجوعى الذين تطحنهم الحرب؟ والأهم من ذلك، هل ستتخذ الحكومة موقفا حازما إزاء هذه الاختلالات والفساد المخزي؟ تحقيق دولي يكشف الستار عن فساد المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة باليمن. التحقيق الذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية كشف عن قيام 10 موظفين أمميين بالإثراء غير المشروع من الأموال التي يتعهد بها المانحون للشعب اليمني. وأضاف التقرير أن موظفين أمميين سمحوا لقيادات حوثية باستخدام سيارات المنظمة الأممية اليونيسف والسفر بها خارج صنعاء للاحتماء من احتمالية استهداف التحالف بالقصف الجوي. موظفون غير مؤهلين في وظائف ذات رواتب عالية، وإيداع ملايين الدولارات في حسابات شخصية للعاملين، وتمرير عقود مشبوهة، والتغاضي عن فقدان أطنان من الأدوية والوقود. هذه عبارة عن عينة للفساد الأممي وليست كامل الحكاية. فكيف سيكون مستقبل عمل منظمات الأمم المتحدة في اليمن بعد هذه الفضائح الموثقة؟ ناشطون طالبوا الحكومة بمحاسبة المنظمات الأممية العاملة في اليمن ومطالبتها بالاعتذار العلني للشعب اليمني الذي تقدم تلك الأموال باسمه، لكن يبدو أن هذا الأمر ليس من ضمن اهتمامات الحكومة التي لم تعلق على التقرير حتى الآن. قبل أيام رضخ برنامج الغذاء العالمي للشروط الحوثية، وتم توقيع اتفاق على استئناف نشاط البرنامج في اليمن عبر المساعدات النقدية، الأمر الذي سيختصر الجهد على الفاسدين وسيكفيهم عناء بيع المعونات العينية. يبدو أن علاقات الأمم المتحدة ومنظماتها مع ميليشيا الحوثي تجاوزت الدعم السياسي إلى تقديم خدمات في صفقات فساد ضخمة، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار التعهدات المالية الكبيرة التي التزمت بها الدول المانحة والتي تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال العام الجاري فقط. أين الفلوس؟ كانت هذه حملة إلكترونية لمجموعة من الناشطين اليمنيين، وأصبحت حقيقة تكبر كلما استمرت الحرب واختفت آليات الرقابة المحلية والمجتمعية. اليوم أصبح ما حذرت منه الحملة حقيقة موثقة بالأرقام والوثائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، ومن قبل المنظمة الدولية الأكبر التي يفترض أنها تعمل من أجل اليمنيين الجوعى، لا غطاء لسرقة الغذاء من أفواههم كما جاء في تصريحها ذات يوم. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معي الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي من كوالالمبور عبر سكايب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الواحد. ألو، مساء الخير أستاذ. أهلا بك أستاذ عبد الواحد. تحقيق جديد يثبت تورط عاملين ومنظمات تابعة للأمم المتحدة في نهب المساعدات وتجريف أموالها، ورغم صدور أكثر من تقرير يدين الميليشيا، نتساءل لما هذا الفساد مستمر؟ الفساد مستمر لأن لا تزال الرقابة غائبة ولا تزال الشفافية منعدمة، وطبيعي من العقاب أساء الأدب.
الفساد سيستمر. وحتى التقرير في كل او في اغلب البنود التي ذكرها هو ذكر انه هناك موظفين تم اتهامهم، هناك تحقيقات بدات للبحث في اسباب التجاوزات، هناك مجرد اجراءات او محاولات للتحقيق في حوادث معينه، لكن لم يتطرق التقرير الى العمل الاساسي لهذه المنظمات او السياسات الفاسده التي تنتهجها هذه المنظمات، سواء بالعبث او النهب المنظم لمساعدات القادمه اليمنيين او بالدعم المباشر والتماهي الواضح مع الميليشيا. فالفساد سيستمر طالما والرقابه غائبه، طالما الشفافيه معدمه والحكومه الشرعيه تغيب وتقف موقف المتفرج، والمانحين انفسهم كذلك غير مهتمين او غير متابعين لفعاليه لوصول هذه المساعدات الى المستفيدين بشكل كامل او بشكل عادل. نعم، إذن سنتحدث عن المانحين وما الذي يعني سيحدث إثر هذه الفضيحة والفساد، ولكن قبل ذلك أنت قلت بأن الشرعية تعد غائبة عن المشهد، ما الذي يجب عليها فعله؟ يعني هي أدانت ما حدث وطالبت بتحقيق يعني لكشف ملابسات هذا الاختلال وهذا أيضا الفساد الحاصل في المنظمات، برأيك ما الذي يجب عليها فعله؟ أنت تقصدي أنه طالب بالتحقيق عبد الرقيب فتح. نعم. اليوم طلع ببيان يطالب فيه بالتحقيق مع هذه المنظمات الأممية. عفوا، عبد الرقيب فتح أين هو من 5 سنوات وهو يتفرج ويشاهد بهم عينيه التجاوزات والمخالفات، ولا علشان الموضوع اخذ طابع وبعد اعلامي بدا يتكلم وبدا يحاول يعني يصلح من وجهه او من صورته القبيحه والاداء السيء الذي اداره به هذا الملف. فالحكومه غائبه وواقف فوق المتفرج، وتم اصلا تغييب المؤسسات الحكوميه اللي شغلتها وتخصصها وخبرتها هذا الموضوع. يعني عمليا عبد الرقيب فتح بوزارته ليس لهم علاقه بالعمل الانساني، هذا العمل من تخصص وزاره التخطيط والتعاون الدولي التي هي اساس عملها وصلب تخصصها ان تقوم باداره. لكن هو رئيس لجنه الاغاثه ايضا، يعني ليس الوزاره استاذ عبد الواحد، هو رئيس لجنه الاغاثه، يفترض انه المعني الاول. هذه اللجنه تم تفريخها فقط للاستفاده والتنفع الشخصي من المساعدات، لم يتم عمل هذه اللجنه لمنفعات الشعب اليمني او التاكد من وصول المساعدات الى مستحقيها. نعم. واكبر دليل على ذلك ان عبد الرقيب فتح نفسه ولجنته المزعومه ليس لها اي دخل لا بالسياسات المقرره حول كيف سيتم توزيع هذه المساعدات، ولا له دخل هل وصلت المساعدات الى مستحقها. كل ما يعمله عبد الرقيب فتح او الفريق الموجودين معه انهم كل ما توصل شحنه اغذيه ولا شحنه مساعدات يروحوا يتصوروا جنبها مع المانحين، ويروح خلفيات تبين من جاءت هذه المساعدات ونزل الصوره على الفيسبوك وانتهى الموضوع. يعني لجنه مفترض انها تختص بتوزيع المساعدات القادمه لليمن والمقدره بمليارات، ماش معاها حتى موقع على الانترنت تقول للناس الفلوس هذه من فين وصلت او لم تصل. نعم، اذا اسمح لنا فقط ان ينضم معنا وكيل وزاره حقوق الانسان الاستاذ ماجد فضائل عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ ماجد. مساء الخير استاذ، الله مساءكم. اهلا بك. بالتاكيد تابعت اتهام اكثر من 12 عامل من عمال الاغاثه الامميه بالانضمام الى الاطراف المتقاتله لاثراء انفسهم من مليارات الدولارات حسب التقرير، انتم كجهه رسميه كيف طالعتم مثل هذا التورط لموظفي بعض من المنظمات الامميه والتلاعب في اموال هي اغاثيه لليمن؟
نعم، للأسف الشديد هذه فضيحة عمومية. يعني نحن منذ البداية لدينا شكوك وننادي دائما بعملية التحقيق، وأيضا إظهار أين تذهب هذه المواد الإغاثية والأموال وغيرها من طبعا الأعمال الإنسانية التي تسعى إليها أو تصرف عن طريق المنظمات الأمم المتحدة، سواء عن طريق اليونيسف أو عن طريق برنامج الغذاء العالمي. وقد وجهنا كثير من الرسائل للأمم المتحدة حول يعني الشفافية، لأنها هي للأسف يعني الأمم المتحدة هي من تدعو إلى الشفافية وهي من تحارب الفساد، ولكن للأسف الشديد هنالك لدينا تقارير حول كثير من الموظفين الأمميين يمارسون ذلك الفساد لإفراء أنفسهم أو لاستخدام المواد الإغاثية والإنسانية لمصلحتهم الشخصية، وأيضا لإدارة الحرب والعمل على استمرارها من أجل يعني دعم هذه الميليشيا المتمردة. أيضا هنالك أيضا كان منادات سابقة من قبل المجتمع المدني والناشطين في إطلاق عدة حملات حول أين الفلوس وغيرها من الحملات المجتمعية التي كانت تطالب الأمم المتحدة بالشفافية وكشف مصير المليارات التي تأخذها. والآن نحن بصدد منادات للدول، لأن هذه الأموال ليست أموال الأمم المتحدة ولكن هي أموال الشعوب وأموال الدول التي تدفعها من أجل المساعدات الإنسانية. نحن في صدد التواصل مع هذه الدول وخاصة الدول المانحة، وعلى رأسها الأشقاء الأخوة في السعودية والإمارات، دفعوا في 2018 أكثر من مليار و500 مليون للأمم المتحدة، لم يصرف منها ولا 40% بحسب تصريح سعادة السفير المملكة العربية السعودية، والبقية لا يعلم أين ذهبت. وبذلك لابد أن تكون هناك رقابة شديدة من قبل الدول المانحة أموالها أين تذهب، لمعرفة أين تذهب هذه الأموال. هناك آلية تحقيق، الحكومة اليمنية والمسؤولين اليمنيين يطالبون بأن تكون التحقيق مشترك من قبل هذه الدول وأيضا من الأمم المتحدة مع إشراك الحكومة اليمنية في عملية التحقيق وعملية أيضا. نعم أستاذ ماجد، قلت بأنكم راسلتم مرارا وتكرارا الأمم المتحدة في موضوع الشفافية، ما الذي كانت ترد به عليكم؟ الأمم المتحدة لم ترد بشيء، وإنما قالت هنالك هي تجري عملية الصرف بحسب آلياتها طبعا آلياتها المعيارية وحسب المعايير الخاصة بالأمم المتحدة، ولم تعترف بعملية الفساد وعملية طبعا ذهاب الأموال في غير طريقها إلا عبر مرة واحدة عبر برنامج الغذاء العالمي، عندما صرح أن 60% يذهب من الأموال إلى لأفواه أو يسرق من أفواه الشعب اليمني ويذهب إلى الميليشيا المتمردة الحوثية. هذا جاء بناء عندما علمت البرنامج الغذاء العالمي أن هناك كان تحقيق آخر سوف يظهر من قبل الاستشهاد بريسي، وأنه سرقت البرنامج الغذاء العالمي بالتصريح بهذا التصريح حتى لا ينفضحوا. لكن بعد ظهور التقرير الأخير ظهر أن هناك فساد كبير مشترك فيه مافيا داخل الأمم المتحدة. أنا ما أعتبره هذه العمليات الفساد 12 يعني موظف عالي المستوى، بالإضافة إلى أن هناك يعني عشرات الموظفين المحليين الذين يستلمون رواتب عالية وليس لهم أي عمل أو جهد غير الفساد وترتيب دعم هذه الميليشيا. هذه مافيا، شغل مافيا كبير وإصابة كبيرة بداخل الأمم المتحدة، لابد أن تتوقف فورا ويكون هنالك تحقيق شفاف على المستوى العالم، يعني يظهر لكامل الدول التي تدعم هذه الأمم المتحدة وعلى منظماتها المعنية بالملف اليمني. نعم، الآن وبعد أن كشفت الحقائق ولا تستطيع الأمم المتحدة إنكار ما يحدث من فساد، ما الذي بيد الشرعية الآن؟ ما هي الآليات المتبعة عفوا إزاء هذه التجاوزات؟ لابد أولا أن يتم الموافقة على نقل المراكز الرئيسية لمنظمات الأمم المتحدة إلى عدن كخطوة أولى حتى يعني تبتعد من تأثير وابتزاز هذه الميليشيا المتمردة، لأنهم يحتجون أنهم تحت سلطة الميليشيا وأن الميليشيا ليست دولة وأنهم طبعا يخضعون لهذا الابتزاز لأجل مصلحة الشعب. هذا كلام غير يعني صحيح. نحن في الحكومة اليمنية دائما ممثلين بالحكومة بكل وزاراتنا نقول أن الحكومة هي معنية بتوفير الأمن لكم والاستقرار لممارسة أعمالكم في كافة المناطق المحررة سواء في مأرب أو عدن العاصمة المؤقتة، بالإضافة لأنه يجب أن يكون هناك وضوح وشفافية ويكون هنالك أيضا إنزال عقوبة. لابد من المساءلة، لابد من المساءلة
المساءلة، لأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، لابد المساءلة لأي أفراد تم تورطهم في هذه العمليات الفساد وتقديمهم للمحاسبة يعني، ونزال بهم العقوبة وفق القوانين الدولية الموجودة في الأمم المتحدة ذاتها. نعم، إذا الآن بات من الواضح أن هناك تفاهمات بين ميليشيا الحوثي وعاملين في هذه المنظمات بما يخل بسمعة الأمم المتحدة. برأيك هل سيشكل هذا فرقا في التعاطي مع الميليشيا الآن، خاصة يعني الدول المانحة بما فيها دول التحالف؟ هل سيستمر الأمانة إذا هنالك تحرك فعلي وجاد من قبل الدول الدائمة للأمم المتحدة وأجهزتها ومنظماتها، سوف يكون له أثر مباشر على عمل على حياد واستقلالية عمل منظمات الأمم المتحدة، سوف يكون هنالك يعني إنزال عقوبة وأيضا مساءلة وشفافية في كل أعمالها، وأيضا يعني تجنب الأخطاء التي وقعت فيها. إما إذا لم يكن هنالك أي تحرك من قبل الدول الدائمة والمانحة لهذه المنظمة الكبيرة، هي منظمة تقوم على دعم الدول، فلن يكون هناك اي اثر. يعني واضح جدا التآمر الموجود بين وتغلق الميليشيا الحوثي المتمرده داخل منظمات الامم المتحده يعني على كافه المستويات الاداريه، حيث انه هذا يعكس في تقاريرهم. لو لاحظنا تقارير الامم المتحده سواء في المفوضيه الساميه، تقارير خاصه بحقوق الانسان، او في تقارير الشؤون الانسانيه، كلها تقارير تدعم تسعى لزيادة قوة الحوثي وسلطتهم داخل المناطق الغير محررة، بالإضافة إلى أنه تحاول تجميل صورتهم أمام العالم. وبذلك لن يكون هناك أي تغير فعلي إن لم يكن هناك تهديد واضح من قبل الدول المانحة لهذه المنظمة بالتوقف فورا والعودة إلى يعني إلى جادة الصواب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الواحد. إذن يعني يتحدث الأستاذ ماجد بأن كان هناك مراسلات عديدة مرارا وتكرارا للأمم المتحدة، ولكن لم يتم الاستجابة ولم يتم الرد عليها. برأيك هل يعني الآن من المخزي استمرار العمل بهذا الشكل؟ ما الذي يمكن للحكومة التصرف حياله خلال مثل هذه التجاوزات، خاصة إذا ما استمرت؟ في بس نقطة أحب أشير إليها ذكرها الأخ فضائل، هو أنه هذا التقرير صادر من أسوشيتد بريس، مش أول تقرير يتكلم عن الفساد في المنظمات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في اليمن. سبق ونشرت السي إن إن تقرير، وأنتم تطرقتم إليه في بلقيس وتكلمنا عنه سابقا، وسبق أن تكلمت روسيا اليوم على نفس الموضوع، وكذلك كذا موقع عربي وأجنبي، وحتى صدرت تقارير من هذه المؤسسات نفسها. يعني في الأسوشيتد بريس أخذت جزء من معلوماتها من تقرير المدقق الداخلي لمنظمة الصحة العالمية، وجزء من التجاوزات والمخالفات التي ذكروها في تقرير أسوشيتد بريس جاء أصلا من تقرير مدققين داخليين لمنظمة الصحة العالمية. بالإضافة لأن التقرير صدر من محكمة المدققين الأوروبية أيضا تكلم عن سوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي أو دافع الضرائب في الاتحاد الأوروبي سوء استخدامها في الدول المستفيدة وما إلى ذلك. ففي عدة تقارير وعدة كتابات وعدة مقالات وفي عدة ناس تكلموا على هذا الموضوع، لكن يمكن تقرير أسوشيتد بريس هو اللي أخذ زخم أكبر، بسبب أنه يمكن ذكر حالات أنا أعتبرها مستفزة، لكن ليست هي كل شيء أو ليست هي المعبرة عن الوضع الحقيقي لمقدار الفساد الموجود في مؤسسات هذه التقارير العديدة. أستاذ عبد الواحد، وتكرار هذه التقارير التي تحدثت عنها والذي ربما تم الحديث عنها فعلا هنا في قناة بلقيس عبر المساء اليمني، أود أن أسأل كيف تفسر الاندفاع الأممي للتعاطي مع مسؤولي الميليشيا رغم صدور التقارير ورغم يعني وضوح ملفات فساد عديدة خلال
تمرير هذه المساعدات. تم منحهم كل هذه الصلاحيات في العبث بأموال المساعدات التي في كل عام نسمع بأنها تزداد مع ازدياد عدد المحتاجين. أولا المساعدة أو لنقل مستوى مقدار المساعدات انخفض ربما كنتيجة من نتائج الحملة وبسبب ما نالته هذه المنظمات من سمعة سيئة بسبب سوء استخدامها ونهبها للمساعدات. هو كان في تقريبا تعهدات بحوالي 2.6 مليار دولار لخطة الاستجابة في اليمن، لكن احنا الآن في شهر 8 ولن يصل إلا تقريبا ثلث هذا المبلغ. فالمنظمات الأمم المتحدة نفسها تشتكي أنه المانحين أحجموا عن تزويدهم بالأموال كما كان تعهد أو كما كانت الوعود، وهذا دليل واضح أن المانحين أنفسهم لم يعودوا يثقون بمنظمات الأمم المتحدة. لكن أرجع لكلامك أنه لماذا تستمر هذه المنظمات في استمراء الفساد والتعامل مع الميليشيا؟ لنقول أن هناك فساد سياسي وراء هذا الموضوع لن نتكلم عنه، لكن هذه المنظمات غير تابعة لدول، هذه المنظمات لا يمكن الرقابة عليها والضغط عليها إلا مثلا من الدولة التي تعمل فيها أو تدير عملياتها فيها. يعني مثلا في ظل غياب الحكومة الشرعية فلا رقابة ولا ضغط على مثل هذه المنظمات. هذا من ناحية، ومن ناحية المانحين أنفسهم طالما المانحين غير قادرين أن يصلوا إلى أرض الميدان وغير قادرين أن يقيموا أو يحددوا الأثر الحقيقي للمساعدات التي يقدموها للشعب اليمني، فإذن القرار السهل بالنسبة لهم أنهم يوقفوا المساعدات ويرسلوها عبر منظماتهم الخاصة أو أنه يتوقفوا عن التمويل بشكل كامل. فالمنظمات الأممية والمنظمات الدولية لا يوجد عليها ضغط من بلدانها، الضغط الوحيد هو المتوفر على داخل البلاد اللي هم بيشتغلوا فيها، وهذا الضغط هو غائب، وهم بيجدوا ضغط أو بيلاقوا ضغط من قبل الميليشيا الحوثي وبيتعاملوا معه وبيستجيبوا له وبيستفيدوا منه. نعم، تابعنا خلال التقرير بأنه يتم الضغط على هذه المنظمات بتوظيف أناس لهم علاقة بميليشيا الحوثي، بأيضا يعني أخذ نسب من هذه المساعدات. لكن في حال استمرت الأمم المتحدة بتعاطيها مع الميليشيا وتوقيع اتفاقات ويعني تمضي في سياق نهب أموال المساعدات، هل من موقف للشرعية يفترض أن يكون خصوصا فيما يتعلق بآلية التوزيع بمنح التصاريح حتى على مستوى التحالف الذي يجيز للأمم المتحدة الذهاب والإياب عبر طائراته؟ هو في نقطة بس أنا حابب أتطرق إليها، هو أنه التقرير ذكر أشياء أو حالات فساد أو تجاوز، لكن مهم ان احنا نعرف انه هذه الحالات اللي تتطرق لها التقرير ليست الا مجرد صغائر واشياء بسيطه جدا مقابل الفساد الكبير. يعني مثلا تقرير اسوشيتد بريس لم يتطرق الى المليارات التي وصلت لمنظمات الامم المتحده، يعني احنا بنتكلم على اكثر من 10 مليار دولار استلمتها منظمات الامم المتحده لوحدها. ما تطرقش التقرير حق اسوشيتد بريس انه هذه فلوس فين راحت على الاقل، يعني حتى ولو خطوط عامه يقولوا فين الفلوس هذه صرفت. ما تطرقش مثلا التقرير انه ليش او الاسباب التي تمنع هذه المنظمات انها تنشر تقاريرها الماليه وتطبق الف باء شفافيه ونزاهه في عملها داخل اليمن. احنا بنتكلم على سياسات واجراءات تتبنى الفساد. يعني انا من النظره الاولى او الانطباع الاول من هذا التقرير يخيل لي انه هذه حالات فرديه داخل العمل الخاص بالمنظمات الدوليه والامميه، لكن اللي حاصل انه هذه المنظمات تنتهج
سياسات وإجراءات تتبنى الفساد كطريقة عمل. هم جايين علشان ينهبوا المساعدات من جهة وعلشان يدعموا الميليشيا من جهة أخرى. هذه المهمة اللي هم جايين علشانها، فلا يمكن أن احنا نتغاضى عن هذا كله ونركز الانتباه حول أشياء صغيرة. موظف جاء عشان لرعاية كلب أو موظف آخر استخدم السيارة الأممية أو قيادة الحوثي استخدم السيارة الأممية للانتقال، كل هذه صغائر. أين المليارات ذهبت؟ نتكلم إحنا على 10 مليار دولار وصلت لمنظمات الأمم المتحدة، أين هي؟ هذا هو السؤال الأهم والقضية الأساسية والكور بيزنس الخاص بهذا العمل. بقية الحالات اللي تكلم عنها التقرير هي حالات فردية وصغيرة مقارنة، يعني ما هيش ذات أهمية زي ما بيطلق عليها اصطلاحا في مقارنة بما هو حاصل فعليا. والتقرير كذلك كل اللي ذكروه عبارة عن نية لتحقيق واتهام وشكوك، لكن ما فيش حد تم إقصاؤه، ما فيش حد تم عقابه، ما فيش. نعم، يعني حتى حسب يعني ما وصف التقرير ان الاجراءات التي اتخذتها وكاله الامم المتحده لا ترقى الى نوع التحقيق اللازم لتتبع ملايين الدولارات من المعونات والاموال من برامج المساعدات. يعني فعلا هناك يعني امتعاض من آلية التحقيق ومن يعني حتى على مستوى التوصيف الذي ذكر في سياق التقرير، يعني الجملة التي ذكرت بأنه غير مرضي العمل، عمل المنظمات غير مرضية في اليمن، وهذا توصيف غير دقيق يعني لما يحدث من نهب وفساد حقيقي. ايوه، هو هم بيستخدموا هذه العبارات للتعبير على انه الوضع غير مطابق للمواصفات، واللي كمحاوله لنقل لامتصاص غضب الناس ومحاوله ارضائهم بهذه العبارات، لكن لا يوجد اي اجراءات عمليه وفعليه على ارض الميدان للوقف من هذه الممارسات والعبث والفساد. يعني كان بكل بساطة السؤال الواضح الذي كنت أتمنى من عبد الرقيب فتح أنه يرسله للمنظمات الأممية ويقول لهم يعني ليش مثلا ما بتنشروش تقاريركم المدققة المالية والفنية الخاصة بمشاريعكم، يعني طالبهم أنهم يحققوا في الفساد بس مجرد لجان بدون نتائج. إحنا دائما بنسمع أنه بيحصل تحقيق وبتشكل لجان للتحقيق وبيتهموا ناس، لكن لا يوجد عقاب ولا يوجد. نعم، ولا يوجد حتى حلول لما يحدث. صحيح. إذن اسمح لنا أستاذ عبد الواحد أن ينضم معنا رياض الدبي الناشط الحقوقي من روتردام. مساء الخير أستاذ رياض. مساء النور، أهلا فيك وبالسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ رياض. ما الذي يتعين على وزارة التخطيط، على لجنة الإغاثة وعلى الشرعية بشكل عام إذا هذا الفساد ونهب قوت الناس من قبل منظمات تتبع للأمم المتحدة؟ أولا دعيني أن في البداية أن أقول لك أنه نحن في حملة وين الفلوس. نعتبر هذا التحقيق الذي أجرته وكالة السوشيال بريس هو استكمالا للحملة التي بدأناها فيها نحن مجموعة من الناشطين والصحفيين الذي نطالب فيها، ونطالب فيها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين لمعرفة أين الفلوس. ما يتعين على الحكومة هي أنها يجب أن تلتقط الفكرة وتكمل المشوار وتدعو المنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شفاف كامل، وتدعو المنظمات الدولية إلى كشف وإبراز تقاريرها. نحن كنا إلى ما قبل التحقيق الذي صدر عن الوكالة السوشيال بريس نفترض حسن النية بالمنظمة الدولية بأن ميليشيا الحوثي تمارس عليها تضييق وخناق مثلها مثل أي جهة، لكن اكتشفنا من خلال التحقيق الذي جرته الوكالة بأنه هناك موظفين أمميين متورطين في هذا الجانب. هناك في تعاون من داخل الوكالات اللي تتبع الأمم المتحدة مثل اليونسكو، اليونسيف، الصحة العالمية. هذا التعاون اللي حصل
يعني بلا وعي فيه هناك سماسرة موظفين يمنيين ينتمون لهذه الجماعة، هم على وساطة بين الموظفين الأمميين وبين القيادات الحوثيين، وبالتالي يجب هنا يكون للحكومة موقف جاد وموقف يكون قرار قوي، أنه تطلب من الأمم المتحدة بأنه يكون هناك تحقيق مستقل، تحقيق محايد تكشفه للرأي العام، وهذا دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دور لجنة الإغاثة العليا بالأسد الأستاذ فتح. الشيء الثاني أنه المنظمة الدولية اللي في صنعاء هي تتعامل رسميا وعمليا مع وزارة التخطيط التابعة للحوثيين. الحوثيين عملوا هناك شكلوا لجنة ما يسمى في المجلس التنفيذي داخل وزارة التخطيط التي تخضع لسيطرتهم، وبالتالي كل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين هي تتعامل مع وزارة التخطيط التابعة للحوثيين. يجب أن يكون وزارة التخطيط اللي تتبع السلطة الشرعية قرار إما باستدعاء الممثلين، لأنه لكل منظمة لديها ممثل خاص باليمن، يكون استدعاء الممثلين، عمل اجتماع معهم، استماع إلى 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 رأيهم بعد صدور هذا التقرير. أعتقد أنه هذه فرصة سانحة إنه يعني تلتقط الفكرة الحكومة. نعم، برأيك إلى أي مدى تمس هذه الفضيحة بسمعة منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، خاصة فيما يتعلق بالمانحين وثقتهم بها؟ هو عمليا الثقة كانت يعني نحن مسبقا يعني ثقتنا مهزوزة في المنظمات الدولية. ما حصل في التقرير أنه هو طلع على الرأي العام وخرجت زي ما يقولوا باليمني المخبى. كنا نعرف أنه هناك في فساد، في تلاعب على مستوى المساعدات، يعني برنامج الغذاء العالمي اليوم الأول يصرح في داخل مجلس الأمن في إحدى الجلسات بأنه سيوقف، اليوم الثاني يوقع مع الحوثيين ويرضخ لهم ويسلمهم النقد بدل الغذاء. هي فضيحة بكل المقاييس، هي بالنسبة لنا صادمة، يعني أصبحنا إحنا كيمنيين مشكلتنا وحربنا ليس مع الحوثي فقط وإنما مع المنظمات ومع هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. أعتقد أنه الأمم المتحدة ووكالتها المعنية في اليمن في موقف لا يحسد عليه. نحن هنا نتكلم على المنظمات التي تتبع الأمم المتحدة، ما فمالك عدد من المنظمات الأخرى هي تشتغل نفس الشغل، معك سيفي تشيلدرين، معك منظمات كير، معك أوكسفام، عدد من المنظمات هي أيضا تشتغل نفس شغل المنظمات الأممية من مساعدة وإغاثة. يعني نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل أعمال الإغاثة. كثير من المنظمات الدولية لا تبرز تقاريرها، لا تتسم في الشفافية ومعايير النزاهة، وبالتالي هناك حالة كبيرة من الغموض. أعتقد أنه على الأمم المتحدة حفاظا على سمعتها أولا تبدي حسنية وتحاسب المتورطين في هذه الفضيحة من أجل إعادة الثقة بنا كيمنيين. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ رياض. أعود لك أستاذ عبد الواحد، ما رأيك بنقطة أنه لابد من مراجعة شاملة لكل أداء المنظمات العاملة في اليمن، حتى على الأقل يعني هل يمكن يعني إيقاف تجريف هذا التجريف الحاد والمنهج للمساعدات التي تقدم لليمن؟ هو الثقة بتفقد في المنظمات الأممية واليمن معها بتخسر ثقتها بشكل عام، ليست المنظمة لوحدها. يعني احنا كنا سبق وتطرقنا في موضوع تقرير السي ان ان عن برنامج الغذاء العالمي، تكلمنا انه ظهرت مشاكل وتجاوزات في برنامج الغذاء العالمي، وتساءلنا تساؤل ماذا عن بقيه منظمات الامم المتحده التسع الموجوده داخل اليمن، ما هو الوضع داخلها؟ ظهر التقرير الخاص بالاسوشيتد بريس ليعلن لنا صراحه ان هناك كذلك تجاوزات ومخالفات وفساد واحتيال وسوء استخدام النفوذ وسوء اداره وتلاعب بالتعاقدات ومشتريات بدون مناقصات ومقاولين غير مؤهلين ومشتريات لغذاء ودواء منتهي الصلاحية أو قريب الانتهاء الصلاحية وعدم رقابة على أو مراقبة للمخزون وظروف التخزين وما إلى ذلك من مشاكل. لكن نظل أن هناك أيضا لا تزال بقية برامج الأمم المتحدة لم تتطرق لها أي تقارير، ولا يزال الوضع مبهم زي ما ذكر
الأستاذ رياض، لا نزلنا بحاجة إلى بحاجة عاجلة إلى تطبيق شفافية بشكل ملح لمعالجة هذا الوضع. نعم. ماذا وإلا الوضع الأفضل اللي أنا أتصوره، إنه إحنا في اليمن لدينا جهاز الصندوق الاجتماعي للتنمية. هذا الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ إنشائه كان قادر على استيعاب كل المنح القادمة إلى اليمن وإدارتها بشكل صحيح وفعال وتوظيفها في مشاريع تخص التنمية وتخلق استدامة وتخلق دخل وتحرك الحركة النقدية في البلد وتدعم الاقتصاد. الوضع الطبيعي أن تأتي كل المنح أو الجزء الأكبر من هذه المنح ويتم تشغيلها عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية، لأنه لديه من المنظومة ولديه من الإجراءات ولديه من الكوادر والكفاءات المؤهلة وصاحبة الخبرة واللي قادرة تصل إلى كل مناطق اليمن النائية، من جبال، من سهول، من وديان، من شواطئ، من صحاري. الصندوق الاجتماعي التنمية موجود في كل مكان داخل اليمن وقادر على أن ينفذ الخطط التنموية الخاصة باليمن، قادر أن يواجه الاحتياجات العاجلة والملحة، ولديه من الخبرة ولديه من الإحصائيات والتقارير والبيانات ما تمكنه من القيام بهذا العمل. فلا داعي أبدا لتوجيه هذه الأموال لمنظمات الأمم المتحدة، لأنه أقرب سبب يخلينا نستبعد منظمات الأمم المتحدة أن تكاليف تشغيلهم عالية جدا. الموظف الأجنبي في الأمم المتحدة يكلف اليمن ما بين نصف مليون إلى مليون دولار سنويا. بهذا المبلغ نحن قادرين نوظف جيش من الكفاءات والكوادر. لا داعي نهائيا للتعامل والاستخدام منظمات الأمم المتحدة. هذا المجال الإنساني ليس تخصيب أورانيوم أو صناعات ثقيلة. الموضوع مساعدات يتم توزيعها أو توصيلها إلى المستحقين، ما فيش موضوع أي تقنية أو أي صعوبة. لا، لسنا بحاجة إلى خبراء أجانب للقيام بهذا العمل. هذا العمل بإمكان المؤسسات الموجودة لدى الدولة أن تديره بفعالية ونجاح. لذلك نحن دائما نقول أنه على الدولة أن تستعيد مؤسساتها وأن تستعيد القيام بمهامها المنوطة بها واللي هي قادرة على عملها. يعني وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع رئاسة الحكومة يقوموا برسم السياسات العامة لكيفية صرف هذه المساعدات والتواصل مع المانحين وتوصيل احتياجات البلد، ومن ثم هذه المبالغ تصل إلى البنك المركزي ويتعامل معها صندوق الاجتماعي للتنمية حسب الخطط وحسب البرامج وحسب القدرات والكفاءات الموجودة داخل الصندوق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المساعدات. إذا استمرنا بالتعامل والاعتماد على منظمات الأمم المتحدة، هم سيستمروا بالنهب والفساد. ولا داعي لتجريب المجرب ان احنا نزيد نعطي للمنظمات الاموميه فرصه انهم يزيدوا. نعم، هل اسمح لي فقط ان اقول بسؤالي. نعم، فكرتك هذه اسمح لي ان اقولها الأستاذ الدبعي، بحيث يعني اسالك استاذ رياض يعني حول مساله، هل ممكن ان فعلا تتخلى اليمن عن منظمات الامم المتحده وان تاتيها المنح أو المساعدات من المانحين مباشرة لدعم البنك وأيضا تحريك عجلة التنمية عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ يعني فعلا لما يتم الاعتماد على هذه المنظمات التي اتضح فسادها؟ يعني تقريبا منذ 5 سنوات كم هي الأموال التي تم نهبها بهذا الشكل؟ هو شوفي، طبعا صعب انه احنا نكون منطقيين كمان
مثل ما قال الاخ عبد الواحد، هو صعب على الحكومه ولا على اليمن ان تقول بكره المنظمات لا غادروا اليمن كذا. هذه اتفاقيه دوليه اليمن ملزمه بموجبها ان تستكمل هذه استقبال المنظمات وفتح مكاتب تنفيذيه للمؤسسات الدوليه. اشياء ثانيه، نحن في في في, في الوضع الحر لا محتاجين لهذه المنظمات، لكن هذه المنظمات خرجت عن الاهداف المرسومه لها. في هناك فساد داخل المنظمات، في هناك شبكات وهذا لا يخفي. يعني نتكلم احنا على ما قبل الحرب، نحن يعني كنا نعمل في المجتمع المدني، فكانت المشاريع تاتي للمنظمات المحليه عباره عن وساطات، عن معرفه، عن اصدقاء، عن زملاء. كانت توصل بعض المنظمات الدوليه لتحكي مع رئيس المنظمه انه والله لدينا وفر في الجانب الفلاني، قدموا مشروع يكون كذا وكذا وكذا. في 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 فساد في تفاصيل التفاصيل. ما يحصل الان في اليمن انه في فساد تفاصيل التراصي، نحن خلال حملة وين الفلوس؟ انا شخصيا تواصلت معي وحي يعني ممثل لاحد المنظمات الدوليه وقال لي احنا مش معقول بعد هذا الكم كله احنا نطلع نصابين نطلع سرق يعني كذا بالمفضوح يعني بالمفتوح. فهم اجراءاتهم يعني يفتكرون انها سليمه، يعني لما يصرف مثلا مليون دولار لتغذيه داخل سلف الحديده هو يتبع الاجراءات الماليه الصحيحة إنه يصرف تسلم تعمل، لكن هذه المليون ما توصلش للمستفيد، وبالتالي الفساد يكمن هنا في تفاصيل التفاصيل. هو يشعر إنه اتخذ كل الإجراءات الشفافية والنزاهة، لكن هي عمليا بالسماسرة بالموظفين اللي داخل المنظمات الدولية وهم يمارسوا هذا الفساد. هذه هذا الموظفين محسوبين على جهة. الشيء الثاني، كل المنظمات اللي تعمل في صنعاء لا يمكن لها أن تكون محايدة. بمعنى انه معظم المنظمات اللي كانت واقفه او الذي قالت للحوثي لا وهذا الانقلاب غلط وهذا كذا، كلها قفلت، سكرت، نهبت، وغلقت حساباتها. المنظمات اللي تعمل وخاصه المحليه اللي تعمل داخل صنعاء هي متهادنه مع الحوثي وهي راضي بالاجراءات اللي يتخذها عليه. المنظمات الكبيره او المنظمات الامميه هي رتبت علاقاتها مع الحوثي وفي سماسره داخل الحوثيين. الحكومه اليمنيه مطالبه الان باتخاذ اجراءات او تدعو الى اجتماع عاجل مع ممثلي المنظمات الدوليه لاستماع لارائهم و يعني يستمعوا حول هذا التقرير. ايش اللي ممكن يقدمه المنظمات الدوليه من ضمانات بعد هذه الفضيحه؟ اعتقد الحكومه اليمنيه الان فرصه مواتيه لتلتقط هذه الفكره، لانه في هناك فساد، في هناك شبكات علاقات واسعه. لكن تتخيلي احدى المنظمات المحليه، الزوج مدير البرامج والزوجه مديره المنظمه دخلت المنظمه الدوليه، وبالتالي هذه المنظمه حصلت على مشروع كذا. هذه التفاصيل موجوده، وصلتنا نحن خلال الحمله يعني ملفات كثيره ما هي سرا، يعني الناس كانوا محتاجين لاحد ان يفتح هذا الملف، والملف هذا فتح، والان الكره في ملعب الحكومه وفي ملعب المنظمه المجتمع الدولي، كيف يعود الثقه بالشعب؟ كيف يعود الثقه بينهم البين؟ نعم، نأمل ذلك وأن تتخذ الحكومة موقف ربما يعيد الأمور إلى نصابها. شكرا جزيلا لك رياض الدبعي الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من روتردام. أعود إليك أستاذ عبد الواحد، برأيك ما هي آليات الرقابة والمحاسبة وربما أنت ذكرتها مرارا التي يجب أن تتبع لمنع تكرار ما حدث من اختلالات ومن فساد ونهب للأموال؟ في نقطة ذكرها الأخ رياض أن المنظمات تقوم بممارسة الإجراءات القانونية الصحيحة، وهذا ليس دائما صحيح، لأن على سبيل المثال تقرير المراجع الداخلي في منظمة الصحة العالمية ذكر بشكل واضح أن الإجراءات القانونية لا تتبع، وأن المشتريات تتم مثلا بدون مناقصات، وأن يتم التعاقد على أعمال بدون عقود، يتم توظيف مقاولين غير مؤهلين وغير مطابقين للمواصفات. وفي بند هم ذكروه بشكل واضح أنه هذه المنظمات تستخدم سياسة أو إجراء معين خاص بما يسمى الامرجنسي او الحوالات الطارئه، على اعتبار انه اليمن في وضعها الحالي في حاله طارئه، وانه بامكان مدير المنظمه بقرار منه ان يتجاوز كل القوانين وكل الاجراءات، وهذا طبعا غير صحيح، لانه الحالات الطارئه بتكون عاده في مناطق الحرب والمواجهات المباشره، وليس كما هو الوضع في صنعاء والمناطق
التي تعتبر الوضع الحاله فيها او الحياه فيها طبيعيه يعني، ولا يوجد هناك اي مبرر استخدام قوانين حاله الطوارئ لتمرير الفساد والمشاكل. لكن ارجع لسؤالك انه كيف ان احنا ممكن نعم في اقل من دقيقه اذا تكرمت لانه لم يعد لدي المزيد من الوقت. بدون الشفافيه هي الحل الامثل لهذا الموضوع، ويجب ان تطبق او تعود مؤسسات الحكومه للعمل. اتكلم عن مؤسسات الحكومه، اتكلم عن وزاره التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنميه للتعاون حتى مع منظمات الامم المتحده لتنفيذ مشاريع بفعاليه اكبر وتحقيق مستوى استفادة أعلى واستدامة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.